السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه ميغوساتي اسوس. اليوم ان شاء الله راح نديروا لاسوس باش نحو ريحه الحوت ولا السردين ولا نيمبورط حاجه بواسون في الدار. صديق نهار تقلو السردين ولا تقلو الحوت ولا في لا ميزون تاعكم، سورتو لي زابارتمون، شتو الريحه تكون بزاف. دونك نهار كامل طول لا جورني تشموا الريحه تاع الحوت في الدار. دونك باش نحو هذه الريحه كاينه لاسوس برك انا نديرو. شوف كما كتشوف راح نقلي شويه سردين. دونك واش راح ندير قبل ما نقلي سردين تاعي؟ راح ناخذ قشور تاع التينا ولا قشور تاع القارص اللي عندك، لا غروم اللي عندك، الموس. دونك فوالا شوفي واش ديروا. بون جو بريبار اون كاسرول فيها الماء. واش ندير؟ راح ناخذ قشور تاع التينا نديرهم لداخل، ناخذ عود تاع قرفه هنا وشويه قرنفل. اللي ما عندهاش قرنفل هكذايا تقدر ديرو بودغ، سي با غاف، ميم القرفه الا ما كانتش عندك متوفره العود تاع قرفه ديري غبره. هنا نديرهم ونخليهم يغلو. كي يبدا يغلي لي الماء نقصلو ونخليه يغلي بالعقل تو دوسمو. انا نقلي الحوت تاعي اللي في الدار، نقلي اللي راه عندي واجد، نقليه نكمل ونخلي هذاك الكاسرول تاعي تغلي بالفودو ومامتو لي حرايط تخرج. صدقوني كي تكملوا الحوت تاعكم رفدوا هذاك لو ليكيد تاعكم، هذا لا بريباراسيون هذه افدوها، حطوا وجوزوها كاع الدار وخلوها تريح. ما تحطفولهاش النار، الا شفتوها نقص لها الماء زيدوا لها شويه ماء وخلوها تغلي غير بالعقل حتى تحسوا بلي ريحه الحوت هي راحت. فوالا سورتو كي يكونوا عندنا دي زانفيتي ولا نديروا حوت، هذيك الريحه ما نديروا لها دي زودوغيسون، ما نديروش ديروا ما تروحش. دونك بهذا لا ميثود ان شاء الله باذن الله تروح لكم الريحه في الدار. فوالا سيتي انا سيتي لاسوس تاع اليوم، جوست هكذا باش نشارككم معايا في هاد لاسوس. نقولكم فوالا سيت اون فيديو خفيفه وظريفه. نقولكم على بروشين ان شاء الله بوغ ان اوتر اسوس. تهلاو في روحكم، سلام.